بسم الله الرحمن الرحيم. مين حي هياخد الحلقة دي؟ ام نقول لك ام. ماشي، مع حضرتك يعني. يلا يا بطل. هذا عيال رجل 28 سنة، ايه رأيك؟ لو عايز تشوف سيكونسز تانية قول. حط مكان ايه؟ مكان ده مثلا، ده 3D اهو. أنا بس ممكن التيتو أجزي البس بالراحة شوية. اهو اديته اجزاء. هو انا مش عارفه هل في طريقه ان انا اخليكم تتحركوا الحاله ولا لا، أي لان بصراحه انا احب في الامتحان اسيب لك الحاله، انت كانك قاعد مكان ما بتقعد وبتشوف الحاله. انا شايف في ليجن في الليفت جاجولار فورمن ولا سيربرو روبونتال ليه انجل. سيجلر او سيربولوبونتاي؟ ماشي، تقصد هنا؟ ايوه هنا. ماشي، تمام. ومكمل هنا. طيب زي ما تحب، عاوز تعمل كاركترايزيشن لهذا الليجن ولا حابب تشوف كل الليجنز وناخدهم بعد كده واحد واحد ونكاركترايز، ولا ده بس اللي انت شايفه؟ زي ما تحب، اتس يور كيس. ماشي، ناخد الليجن الأول نشوفه. ناخد الليل، إذا ده التي تو بتاعه، ماشي، تي تو. وده الفلير، وده بوست كونتراست أجزية، وده بوست كونتراست كرونر. أنت أكيد عايز تمام. تيجي قبل الصبغ، أهو وده تي وان، أو كله أجزية لا عشان تبقى شايفه في إيه في البتاع. ولو أنت عاوز بلان تاني قول لي. ماشي. انترميديت تي 1 وانترميديت تو هاي في التي 2، واخد انتنس انهانسر او انتنس هيتروجينس هيتروجينيوس انهانسر. انهانسر، احنا اتفقنا. هيتروجينس انهانسر. احنا اتفقنا ان الانهانسمنت بنقوله ايه بطريقتين. تمام. بنقوله انتنس وهيتروجينيوس او وهكذا. ايه المهم؟ وصل. ها، ايه تاني؟ تمام. عاوز تقول حاجة تانية في الليجن ده؟ احنا كده وصفنا الليجن لا، بس هو كويس عند ال جدا كده. هو يعني السنتر بتاعه عند الريجولار فورمين كده. هاي، برافو، هو سنتر بتاع الجوجلر فورم. طيب وبعدين؟ تمام. نشوف بقية الليجن. لا، ما احنا هنشوف ده بقى. لا خلينا، يعني اقصد تمام. انت قلت هنقول واحد واحد، فده اول واحد. تمام. خلاص، ما انت بخيل قوي على فكرة يا ام. اتفقنا بنكاركترايز الليجن ازاي؟ قلنا سيجنال باتر، قلنا لوكيشن، قلنا سيجنال باتر، وهنقول السايز، وقلنا ان هو انت تمام فايند والريجولار شيء. احنا ما قلناش، بس ده احنا تمام بنقول. ماشي، تمام وبعدين النقطة المهمة اللي الجراح عايزه مننا ايه؟ الاكستنشن ريليشن اكستنشن. الفاسكولار ريليشن. ما ده ام دي حالة ام المرة دي يا ام سحلب. ماشي، تمام. اكتبي على الشات، اللي عاوز يكتب حاجة يكتب على الشات، بس الحالة بتاعت ام. ايه الريليشن واكستنشن انت عايز تقوله؟ ولا مش عايز تقول؟ الـ extension هو الـ posterior identing الـ cerebellum. ماشي، اندنتنج ماشي. السيربيلم. في انفيجن، الـ إيه؟ في انفيجن اهو. اصل كلام اندنتنج والكلام ده بيعصب الناس مننا كويس. في انفيجن ما فيش انفيجن؟ لا، ما فيش invasion. ما فيش انفيجن، لازم نقول كده يعني تبقى واضح ومحدد وسريع.
ما فيش ما فيش انفيجن. انفيجن. لا طيب ايه تاني؟ طب السيريور، ما احنا اتفقنا لما نجمع خالص وعايزين نشوف الريليشن والاكستنشن بتاع اي ليجن نعمل ايه؟ نجيب كورونا بقى وساجت. ماشي، جبنا كورونا لوسالي تمام. انت قلت ماشي. بالسيريور، انت قلت بالسيريور هو اندنتنج استرابيلم وما فيش انفيل. طيب ما فيش تمام. انتيريور، ما فيش ميديال، ما فيش لاترال، ما فيش سوبيريور، ما فيش انفيريور. anterior يعني داخل في الترجوبلاتيه انفسها، وانفيريور مكمل مع الجوجلر فورمين تحت. لا، لا استنى، مش ترجوبلاتيه. اجيب الداينايترا. لا فين التربو بلاطين هنا؟ دي لا نوعية مفيش. الإجابات اللي بتطير كراسي في اللجن. ماشي، التربو لا لا بلاطين في مفيش. الصهيل، والليجن علشان الزملاء. الليجن فين؟ الليجن اهو، تمام الليجن اهو. تمام ماشي، ايه عاوزة ادنى علاقة له بالترجو بلاتاين، عشان السؤال لا بعد كده هو الليجن ده هو ملوش اللي علاقة. يوصل الترجو بلاتاين، تبقى فتحت على نفسك فتحة ملهاش اي 60 لازم خالص. ها، هنفوتها ده، نشيلها في المونتاج، ننسى تمام. خالص الترجو بلاتاين، نرجع للليل. احنا قلنا بستيريو انتيريور بقى، تحب تعلق على حاجة في الانتيريور هنا ولا ما تحب؟ يعني حد بيقول لك يحب يعلق على الكاروتيد، وانا برضو نحب نعلق على الكاروتيد. لو علقنا على الكاروتيد هنا هنقول ايه علاقته بالكاروتيد؟ هنقول not invading. not اه، invading بس ال احنا لما نيجي نعلق على علاقة ماس بفيزيك، هنقول reaching but not invading. هو كده encasing. صح، ايوه، نقول بقى encasing but نقول not invading. بالظبط، نقول هو انكيسنج، وده بارشالي انكيسنج لا ولا partial. بارشالي انكيسنج. طيب ايه تاني فيز الانتيريور بارت المهم؟ مش مين تاني فيز المهم هنا نحب نعلق عليه؟ internal composite. مين اللي جنب احنا كده الكاروتيد؟ ده كده ده بايكا صح ولا ايه؟ ولا ايه؟ الجاجولار. مين اللي جنب الكاروتيد؟ جاجولار. الجاجولار. انترنال جاجولار فين. تمام طيب انت تفتكر بقى تمام ايه علاقة الليلن ده بالكاروتيد فيس بوجه عام، بالفيزلز اللي فيه؟ ايه علاقته؟ علاقة وثيقة جدا. ايه بقى العلاقة الوثيقة اللي بينهم وبين بعض؟ ما لو طالع من نيرف هيبقى ليه علاقة بالكارت شيس. ايوه، هو طبعا له علاقه. ايه العلاقه يعني؟ احنا اتفقنا ان ده جاجولار فورامين ليجن، صح؟ عشان لما هندسكاس بعد شويه هنقول ايه الديفرنشال دياجنوز بتاع الجاجولار فورامين ليجن، وازاي تمام. بنفرقهم من بعض. وواحده من الحاجات المهمه اللي نفرقهم بينهم وبين بعض هو الواي اوف سبريد. تمام. ماشي، احنا هنا ايه علاقته بقى هنا؟ يعني هو ده الجاجولار، بعدين بعد ما هو في تمام. الجاجولار فورامين، في صورة فيها البرانشات الكاروتيد عشان نشوف عامل هي ايه سبلينج برانشات ولا الكاروتيد اللي عاوز تشوفها هنا؟ يعني هو احنا ده الكانالوكلر سيجمنت بتاع الكاروتيد، ايه احنا كده البرانشات فوق. بتاعته؟ احنا كده فوق. ماشي. هو يعني نقول lateral للبسل. نقول ايه؟ الليجن هنا فين؟ شايف الليجن واصل فين؟ شايف واخد الريجولار فورم كله. ده مش الفورمن، احنا نزلنا تحت الفورمن، الفورمن هنا، احنا نزلنا تحت خالص عن الفورمن. تمام.
يعني مكمل في الكاروتي تشيز تحت. مكمل في الكاروتيد كيس، وهنا الجاجولار كودنت بي ديسكريمينيتد، مي بي ان الليجن داخل جوه الجاجولار او ان هو يكون ديسبليسد، ودي الحاجه اللي احنا تمام. نقعد ندور عليها بقى. هل الليجن ده، اه فاكرين الحاله بتاعت المننجوما بتاعت المره اللي فاتت لما لقينا ان المننجوما دخلت جوه الانترنال جاجولار فين؟ فاكرينها ولا راحت؟ تمام. فاكرين اكيد، اللي مش فاكرها يرجع لها تاني في الحاله في الفيديو بتاعها. طيب تمام، نرجع بنكمل هنا مع لده، الكروس. هو هنا ده، لكن هنا نقعد بقى نشوف الجاجلر مسبوق، الجاجلر اهو مفتوح ومسبوق، الكلام ده سو اسينشال لازم يتقال للجراح. تمام. اه مهم مهم جدا، ما ينفعش ابدا حاله زي دي تعدي من غير ما اقول له علاقه الليجن ده بالكاروتيد وبالجاجلر، واقعد اشوفهم في كل السيكونسز وفي كل الحاجات. هي دي مش جاجلر فصه بس، ده هي اكستندنج وذن الكاروتيد فيس، وقيس له هي قد ايه نزلت جوه الكاروتيد فيس في الكروم. نزل في الكروس الشيس. اه ماشي، يبقى ده دي اهم حاجه في الريليشن والاكستنشن. هقول انتيرور وبوسيرور وميديال ولاترال وعلاقته بالسيربيلم وعلاقته بكذا وعلاقته، بس مش هي دي القصه خالص. القصه ايه؟ يعني هي دي، يعني ده مهم، بس اهم حاجه تفرق مع الجراح هنا في الديسيجن ميكنج ايه؟ الفيزلز وعلاقته بالكاروتيد تمام فيس. طيب ايه تمام النرفز بقى اللي بتمشي هنا؟ وايه في ال اهميه ان انا اعرف ده؟ عشان نشوف في انفيجن او في نيرف بالسي او لا. وهو احنا هنشوف انفيجن؟ احنا مش هنشوف انفيجن بعينينا. اه ماشي، لكن ماشي. مهم، اه مهم ان احنا 9 و10 و11 9 و10 و11 و12، 12 و12. بيعدي في الكاروتيد فيه. ماشي، طيب تمام. نرجع بقى تاني مرجعنا للليجن نفسه. يبقى ده اول ليجن اهو، عملنا له كاركترايزيشن جاجولار فصة ليل بالكرايتيريا اللي احنا قلناها. طيب عاوز تقول حاجة تانية ولا كده خلصنا الحالة ونبدأ بقى ندسكاس ايه الديفرنشال بتاع هذا الليجن؟ عايز تقول حاجة تانية؟ ممكن نجيب سجل الكونترست اهو بتاع. انت بتقرا اللي عنده، عمل عمليات قبل كده ولا لا؟ عمل، شايف المنظر باي زاوية، يعني شايف المنظر، شايف الكاروتر. ماشي، بحب يعني حكاية ان احنا نحط الثلاثة جنب بعض، اكزل وسلسل وكرونال، دي مهمة قوي. عاوزين نشوف الجاجولار بقى، ده الكاروتر، عاوزين نشوف الجاجولار. طيب تفتكر اللي عنده عمل عمليات قبل كده ولا لا؟ انا شايف البون يعني في abnormal signal كده. اليتيك ليجن يعني؟ ليتك ليجن هي حاجات ابنورمال سيجنال. انت بتقول ابنورمال سيجنال. لا، في حاجة واخدة enhancement كده فوق. ده ده ليجن ده صح في الفرونتال لوب. ايوه، انا عاوز تقول ايه يعني؟ متاسسس؟ لا لا، ممكن تبقى من انجيوما برضه. دي من اليوم يعني؟ ده ليتك، ده بوني ليجن ولا ديورال ليجن ولا ايه؟ هي في حاجة في البون وفي حاجة في الديورة تحت. طيب عايز تقول ايه؟ يعني ينفع لو معاك بون ممكن اعمل، كرينيوتومي؟ ينفع معاك لو كرينيوتومي؟ بون ممكن اعمل عملية. بالظبط كده، كان سؤالنا في الاول يعني انا اعمل عمليه ولا لا. هي دي العمليه الوحيده اللي تمام. عاملها العيان؟ دي العمليه الوحيده اللي عاملها العيان؟ ده اعمل شكله، اعمل حاجة تانية. ما هو ده ليدنج كوتش، يعني ما ده معناه، يعني السؤال معناه انه عامل تاني مصل اللي فيه ليدنج، فيه عمليه. ماشي، طيب خلصنا من العمليات عشان منظر الاسكال الغريب ده نبقى عارفين ان ده ايه، ده غالبا عمليه، ونسال بقى في الهيستوري بتاعه. طيب عندك حاجه تانية عايز تقولها للعيان ده ولا كده خلاص؟
يا ام مع حضرتك. معانا ربنا والله يا ام. عاوز تقول حاجة عن العيان ده تاني؟ عنده حاجة تانية ولا خلاص؟ لا خلاص، طيب تتخصص ايه بقى؟ نقول شو نومه. هو النوم. طيب ايه الديفرنشال بقى؟ الديفرنشال جلومس ريجولار جلوما جاكولير هايل. طب دي وكاروتيد بادي تيومر. لو ليه ما قلتك عليها جلوما جاكولير؟ يعني دي هيتروجينس، مش هيتروجينس شوية في T2 والانهانسر. وهو الجلوما جاكولير بتبقى هوموجينس الجلوماس بياخد انتنس انهانسمنت عن كده، وده مش انتنس؟ مش عارف، حاسه هيتروجينس. ما هو تريونس بس انتنس. ايه اميز حاجة في الجلوما جلوبولار؟ في حاجات ايه الحاجة المميزة في الجلوما جلوبولار؟ اما اقول لك جلوموس يجي في دماغك ايه الكلمه الايه ستايل اللي معاها؟ ما في البيبر اند سولت مثلا، ايوه سولت اند بيبر. سولت اند بيبر. كنت مره بمتحن حد فكل ما اساله سؤال ما يردش عليه، بعدين اقوم اقول له الاجابه فاقول له اه ما انا كنت هقول. ماشي انا السؤال فاكرها اللي والله. بعد، السؤال اللي بعد اه ما انا كنت هقول. ايوه طب انا طب ما تقول يا ابني، ما اديك نمر على اللي انا بقول انا ولا ايه؟ ماشي طيب غير الجلوموس ايه تاني ممكن يبقى في الـ ايه تاني ممكن يبقى في اللجنة الفصحى؟ يا ام انت رحت فين؟ مع حضرتك ايوه ايه تاني ممكن يبقى في الرجل الفصة غير الـ الشوانوما؟ تعالوا تلخص دي شوانوما، غير الشوانوما وغير الجلوموس ايه تاني؟ يعني أي حاجة، أي بني ليجن بقى، زي ايه؟ يعني ممكن نقول ميتس مثلا. ميتس. احنا اتفقنا لما تدينا في اي ديفرنشال تقول ميتاسيس ولمفوم. ميتس ماشي ولمفوما ماشي، ومش هنقول لي ما قلناش على دي ميتس ولا لمفوما. ايه تاني؟ لاجولار فوسا ماسس. حد من الزملاء كاتب لك اند لمفاتيك ساك تيومر. ايه الاند لمفاتيك ساك تيومر ده؟ هو ده ايه سيندروم ولا بس ايه؟ ده بيبقى عند البتراس ايبكس كده، عند البتراس ايبكس؟ الاندوليمفاتيك. عند البتراس ايه؟ عند مكانه في البستيريور وول بتاع البترس، في البستيريور اسبكت كده بتاع البترس، مش في الجاجولار فصة خالص. بالظبط ده بتاع الفيتل، عنده لمفاتيك ساك تيومر ده بتاع الفيتل ده ما ينفعش. ها ايه تاني؟ المنينجيوما. في منينجيس يطلع منها من اليوم منينجيوما، لازم نحط تمام المنينجيوما. طيب بص يا محمد يا اما تمام مع العند عنده ايه؟ عنده الليجن اللي انت شفته في الجاجولار وعملناه، بس دايما دايما ما تسيبش العيان الا ما تشوفه كله. انت شفت حته من العيان، اول ليجن عند العيان، الصوت قطع بس معلش. اول ليجن عند العيان هنا. حد شاف الماسيتر الناحيه دي وشاف الماسيتر الناحيه دي شكلها عامل ازاي؟ ده ليجن نعمل له فول كاركترايزيشن لما نكمل. واحنا هنا كده في البتاع ده دي فنتخيل انه كان فينا ليجن تاني، فلما يكون عندنا ليجن تحت وليجن فوق لازم تنور الصوت بيقطع عندي بس معلش يا دكتور. طيب بقول لما يكون عندنا ليجن تحت وليجن، احنا قلنا انه العين عامل كرونيوتوم وشايله، لازم ينور عندنا ان بيبي في ليجنز تانية. شايف الليجن تمام. دي ايه بقى؟ اه اه ايه
دي ايه؟ دي ممكن تبقى من نجيوما بقى. دي من اليوم، دي سو ستريت فورورد تمام. من اليوم، ماشي؟ دي في الديورال بيزد وايزو ايزو وانتين انا فريمز. شفتها بس اتلخبطت اذا تكون ساينس ولا حاجه. ما لا دي ليه ساينس؟ ده الستريت ساينس. عمرك شفت ساينس بهذا السيكنس؟ لا ما بيبقاش كبير كده. واحنا بنكاركترايز هنا لازم نقول على قطع بالساينس طبعا، لكن في ساينس، عمرك شفت ساينس تمام. بهذا السيكنس؟ مثال صعب. طيب لا نكمل. لا هي انا عشان كده جبت السجيتال، بس قلت يعني اتلخبطت، ممكن تبقى ساينس ولا حاجه. ماشي، ما هي ساينس يا مخي. طيب نكمل بقى في الحالة، ماشي، اللي فيه في الزملاء كتبوا على الشاتنج حاجات، بس ولا حد خد باله من ايه اللي جوه السباينال كورد. احنا قلنا عدد لا نهائي من المرات ان واحدة من الايتمز اللي لازم نبص عليها هي الجزء اللي متصور من السباينال كورد. لما قلنا البرين ستيم عمال ثلاثة، ده بنزود الرابع بتاعهم هو الابر سباينال كورد، ولما قلنا في البون ان هم اربعه ولازم نزود عليه الابر سيرفايكال فيرتيبري، فالجزء اللي متصور ده مهم تمام. جدا. ما في ده ايه بقى؟ ولو رجعنا اهو هنلاقي اهو، فنقول ان T2 فينا ليجن، فيقوموا يعملوا ايه؟ سكوتر مسحلون. بتكتب على الشات سكوتر مسحلون، دونت جامب للدياجنوزيس، احنا لسه يا دوب بنشوف الفايند، مهووسين مهووسين بان انتوا تعرفوا الدياجنوزيس، دونت جامب للدياجنوزيس، احنا لسه يا دوب بنشوف الفايند، لسه ما شفناش الفايند اصلا. ماشي، ادي الليجن اهو، الليجن ده هتكاركترايز ازاي بقى اللي جوه اللي في السباين؟ تلقائي في اي تي 2 سيجنال، واخده كونتراست انهانسمنت. مستايف هايبر. طيب دي لما نقول انترا انترميدالر. سباينال، لما نقول انترا سباينال لازم نقول انترميدالر. انترا مدلل، ماشي، لازم نقول على طول ان هم انترا تمام. مدلل، ودول انترميدالر. مالتيبل ولا سيجنال ولا سنجل؟ مالتيبل. اما مالتيبل. مالتيبل انترا مدلري، يا شباب عاوزين نقول الكلام على بعضه كده، نقول جمل مفيده، دول مالتيبل انترا مدلري في تمام. الساي وفي اب نورمال سيجنال برايت في التي 2 وعايزو انتنسيف في التي 1 و تمام. لهم بوست كونتراست انهانسمنت. هل بينهم وبين بعض الكورد سليم ولا الكورد بينهم وبين بعض برضه في مشكله؟ يعني بين الفصاي اللي انهانسد دول الكورد سليم ولا الكورد كمان في مشكله؟ هنا الفصاية هم الانهانسد، الكورد بينهم وبين بعض سليم ولا في مشكلة؟ سليم سليم. في مشكلة طبعا، لأن السنترال كانال واسعة. يعني أنا عندي هنا واحد اتنين تلاتة فصاي، أكبر واحدة فيهم نص ملي، نص سنتي مثلا. لأن لما أجي هنا في التي تو أنا ألاقي كل ده في هنا، دول واسعين، السنترال كانال واسع أو في سيست كلير، يبقى ده كله ممكن يكون كله على بعضه ليجن وفي جواته فصاي اوف انهانسمنت. طيب نحط الحاجات جنب بعض، نستنى بس نشوف كويس الايه يعني ممكن أصلح حضرتك إن كل ده ليجن، يعني حاجة كل ده تيومر على ليجن بعضه. وجواه انهانسمنت. لما نيجي للجزء الايه اللي في اللمبر، احنا شفنا السيرفايكال كويس، في عندنا لمبر، هل اللمبر ده نورمال؟ شوف قد ايه محمد في الحالة وانت ما خدت بالك منه. طيب ايه اللي في اللمبر هنا؟ في اكسبانشن اهو، دي الصبغة، ده تي 1 صبغة ده اللي على سبب، الشمال. اه ده سبب في ليجن برضه. في ليجن برضه. ماله يعني ليجن ايه؟ انهانسد مش انهانسد، عايزه في الايه يعني ليجن ايه يعني؟ طب عاوز تمام. تشخص انت ايه بقى دلوقتي؟ يعني ممكن نقول دي ابن ديمومة. مين الابن دايموم؟
اللي هو الليجن اللي في السيرفايكل. الليجن اللي في السيرفايك بين ضيمومه، والباقي ودي ابن ضيمومة برضه. دي من ضيمومه. هنا الاوقع ان هي تكون ايه هي احنا كده اكسترا، يعني كده اكسترا بالظبط. اكسترا مدرج ممكن من انجيوم بقى. هي دي ديورال بيزد. هي دي كده جاية عند الفورمين ولا ايه؟ مش للأسف أجزاء. للأسف ما عندناش، لا مش جاي عند الفراغ، ما عندناش أجزاء لللمب، الأجزاء العاملين بس للسرفايف. طيب دي مش عند الفرامل بس، دي طيب ما تمشي. علينا من دي، عندنا ايه تاني؟ ممكن شوانوما برضه. دي ممكن تكون شوانوما بالظبط. يبقى عندنا سيرفايكال كورد، واتفقنا ان الاحتماليه تبقى بين ضيمومه، وعندنا في اللمبر تمام في شوانوما، وعندنا في الجاجولار تمام الفوسطي في ايه؟ شوانونا. ماشي. وعندنا الحاجة الرابعة ايه؟ الكونة اللي هي السيكند. ما اقدرش المننجيوم اقول في الدنيا البرين. مليانة ارتفاكت، ما اقدرش اقول ان الكونة السيكند. والحاجة الرابعة ايه؟ يبقى نقول نيورو فايبرماتوزيس تايب 2. ما مش مهم، ما بقى خلينا في الفايندينج. في رايت انترنال اوديتوري كانال. بالظبط، في رايت انترنال اوديتوري كانال. طيب دي هتقول عليها ايه بقى؟ انهانسنج ليش. ماشي، هتشخصها ايه؟ دي شوانوم ايوه ايه شوانوما؟ منين؟ من انهي حاجه؟ من انهي نيرف؟ فيستيبيولر. فيستيبيولر فيستيبولار؟ متاكد؟ طب انا هقول لك ممكن ما تكونش فيستيبولار. طب لو مش فيستيبولار تبقى ايه؟ لا مش فيستيبيولر تبقى ايه؟ هو يبقى مين اللي فيشيا ماشي في الانترنال اوداتوري كانال؟ 7 و8. طيب الفيستيبولار 8، لو مش 8 تبقى ايه؟ 7 فيشيا. طب ودي دي تمشي 7 ولا 8؟ وليه؟ ممكن نجيب ساجيتال اللي هي ساجيتا؟ الصورة اللي بيبان فيها الفيشيال والفيسيبل وكده، بس مش يا هتكون. راجل انت عاوز 7 اب كوك داون؟ اولا انت ما بس ساجيتال، بس ساجيتال اوبليك. ثانيا الليجن اللي جوه الانترنال اوداتور كانال نفسها مالت الكلام، فانت مش هتعرف تايدنتيفاي النيرفز بقى هنا دلوقتي. انت عاوز 7 اب كوك داون، ما خلاص طلعت ملل. في حاجة تمام. تانية بقى تساعدك، في ناس بتكتب كلام على الشاتنج لو هدفعها عليه فلوس، يعني كده اهو ماشي، اجيب الدايلايت والله يخليك. في كلام بتكتب على الشات يعني هو ممكن يبقى داخل في الفيشير كانال. ده ماشي مع بقية مكمل مع الفيش. شايف؟ هو كمل هنا مع ما بقية وقفش الفيش. عند الكوكلر، اللي بتسيب له كوكلر هيقف عند الكوكلر، لكن اللي يكمل كده تمام. مع الفيشيال يبقى ده في الاغلب ان ده فيشيال، ما هواش بتسيب له كوكلر. طيب تمام. الناحيه الثانيه، مش احنا اتفقنا لما نشوف انترنال اوداتري كانال على ناحيه فيها شوانوما نبص على الناحيه الثانيه؟ طب الناحيه الثانيه دي فين؟ فين الانترنال اوداتري كانال اصلا على الناحيه الثانيه؟ بل عندك كان بيعمل عملية قبل كده ليه؟ مش احنا قلنا ان هو كان بص عامل عملية. فهنا دي الانترنال اوداتوري كانال على الناحية التانية ماشي؟ ولو جينا نبص على الناحية دي كويس هنلقى اهو. طبعا للأسف الفحص ده ما فيهوش سيس ماشي؟ عشان أقول لكم أهمية السيس ماشي؟ شايفين الانترنال اوداتوري كانال هنا مليانة سي اس اف زي الفل، ولكن الناحية التانية أهي في التي 2 ماشي. يبقى اذا تمام. مش عندنا جاجلر فوسه شوانوما بس، عندنا كمان انترنال اوداتري كانال موستلي دي فيشيال اكتر من ان هي تبقى فيستيبولار وكوكلر، بس ما نقدرش نحلف. دي تمام. كمان شوانوما. عندنا عند الكونس في ليجن موستلي شوانوما، عندنا في السيرفايكال كورد ابن دايموما، عندنا
عند التنتوريوم في مننجيوما، عندنا ليزن متشال من الفرونتال ما نعرفش كان ايه، بس مست اللي كانت حاجه اكسترا اكزيال لانه احنا شايفين البارينكيما كويسه، فغالبا ماشي كانت فيها كده، كمان انا كسبت مننجيوما. شعرك كويس عشان ما يجيلكش برد. ماشي طيب، فاضل الحاجه تمام اللي احنا لسه ما عملنا لهاش كاركترايزيشن قبل ما نقول ان دي كمان حاله ان اف 2. وفي ناس بيقولوا لك ان دي ماسيتر اتروفي، وان هم عشان كده كانوا بيرجحوا ان اللي في ان التاني ده فيشيال مش فيستيبلو كوكلر في النوم. طب هو الماسيتر اصلا بتسبلاي بالفيشيال نيرف؟ هي اولا هو ده اتروفي الاول ولا ده مش اتروفي؟ ده هنحكي فيه دلوقتي، بس هو اصلا الكونسبت ده الماسيتر مالوش ده، الماسيتر ماسل، الماستيكيتور ماسل بدم بتسبلاي الترجمينال باين المانديبيولا. بالمانديبولار بتاع الترايجيمينال. ده احنا لسه قايلين في الحاله اللي فاتت تمام في المانديبولار بتاع الترايجيمينال ملهاش علاقه بالفيشي. تمام ماشي؟ ملهاش علاقه بالفيشي. طيب يبقى اذا الماسيتر هنا، الماسيتر دي بقى اللي فيها دي ده اتروفي ولا دي ماس؟ هو احنا كده هي واخدة هاي سيجنال في التي وان. في التي 1 هو ده الوزاوت او ده الوزاوت، واخده هاي سيجنال في التي 1، تبقى ايه؟ يبقى فاتي بقى، تبقى فاتي موصل دي ديجنريشن اتروفي. ماشي اتروفي. موصل دي، طالما ان هي تمام خد سيجنال يبقى موصل دي اتروفي، ودي حاجه تمام احنا مش لاقيين لها تفسير. طب ليه ما نقولش على دي ان دي دينرفيشن من ال، لا بليكس فورم نيوروفايبروما صعبه. اولا احنا بنحكي في ان اف 2، والان اف 2 ما معهوش بليكس فورم نيورو فايبرال، بليكس فورم بتاعت ان اف 1، دي اول نقطه. تاني نقطه تمام ان دي مش بليكس فورم، البليكس فورم باي ديفينيشن هي سب كتينيس. ماشي؟ تمام كتينيس وسب كتينيس، لكن دي دايما ده ما لوش علاقه بك. يجب ان احنا نذكر ان الماسيتر ماسل دي فيها ليجن، طبعا ويتعمل لها ايفن حتى سوبرفيشال الترا ساوند او حاجه عشان نعرف ايه ماهيه الليجن دي بالظبط، وهي فيها فاتي ديجنريشن، فدي حاجه لها علاقه لازم نذكرها. طالما حاجه موجوده في الفحص يبقى لازم نذكرها، لا ما ينفعش ابدا ما نذكرها. وفي الاخر هتلخص الحاله دي ايه نيوروفايبروماتوزيس تايب 2. بالظبط كده؟ مش مجرد جاجولار فصه شونوم، صح؟ تمام صح. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبص على الفحص كله من اوله لاخره. هو على فكره في إيلمنت اوف هايبوجلوسال دينرفيشن، بس انا مش عارفه يعني البوث سايدز بتوع التانج دول مش زي بعض، بس يعني هن ايه هنفرجتها بقى وتتلاقي انها مش واضحه. ماشي ماشي يا محمد، تمام شكرا لحضرتك جدا. حد عاوز يضيف حاجه في الحاله دي يا شباب قبل ما نقفلها؟ يا شباب طيب، فاضل معانا 3 دقايق، عاوزين نختار حالة ايه؟ حالة صعبة في 3 دقايق، عشان غالبا بعد ما نشوف دي هن ايه هن هنقفل الميتنج. انا بس كان في حاجة اهو، مين هيشوف يعني؟ ممكن نشوف دي مع بعض عشان ما نضيعش الدور على اللي المفروض هيشوف، نشوفها مع بعض الحالة دي. يلا يا شباب، هي والعندك كان بيشتكي من ايه؟ طالبين له اصلا انجيوجرافي وكده. اللي شايف حاجة يقول، معانا 2:30، اللي شايف حاجة يقول. محدش شايف حاجة ولا أنا شايفة حاجة. طيب يلا يا شباب، أضاف لكم حاجة هذا الشيء ولا ما أضاف؟ هنكتب العين نورمال. يا شباب راحوا فين؟ 3 دقايق هيخلصوا. مع حضرتك.
معانا ربنا. ها حد شايف حاجة؟ والميكلز كيف دايليتد شوية. ميكل زي كيف دايليتد شوية. في حاجة ماشي بالرايت انترنال هايل يا دكتور محمد. في الرايت انترنال ايه؟ كمل. رايت انترنال وديت ريكارد ايه الحاجة بقى؟ لو سيجنال في الفيستا او في السيس يعني برافو عليك. لو سيجنال في الفيستا او في السيس. وايه كمان؟ واخدين انهانسمنت تقريبا اما واخده انهانسمنت. بس هو للاسف الانهانسمنت اللي معمول يعني ده الفلير، ده الفلير ماشي. طب الانهانسمنت اللي معمول اهو، في عندنا 3 دي اهو ماشي، وعلشان الوقت هجيبه لك هنا. كيف الوضع؟ واخدين اهو تشخص ايه بقى؟ شو نومه برضو شو النومة برضه. دي شايفين، دي ماشي ده اللي هو جريد 1 اللي هو بيبقى جوه الانترنال اوداتري كانال، دي واصله للكوكلا طبعا ماشي. على فكره في كوكلر شو النومة، يعني في شو النومة تلاقي موجوده جوه الكوكلا، لكن هي دي في الانترنال اوداتري وواصله للكوكلا. ده دي اهميه الفيست. شايفين قد ايه الفيستا ده جميل؟ تقدر تشوف منه الليجن في السيكونسز العاديه، صعب جدا تشوف هذا الليجن ماشي. يعني لو رجعنا تاني، يعني هو في الفلير ريتروجريد، في هنا فيلينج ديفكت، بس طبعا ما كناش هنشوف بالامانه، ما كناش هنشوف ماشي. لكن هنا لما